السلام عليكم شبيبة، الأخ صقر يا خويا راك سهران يو أخ زرعوني أسامة أخ عز الدين، مازلتكم سهرانين؟ أنا قلت أنا باك نتكلم وحدي برك. اخ احمد صديقي، ربي يبارك فيك. الاخ اسامه، ربي يكون في عونك. الاخ فتحي، ربي يكون معك ان شاء الله. الاخ كادبال، مش عارف كيفاش. الاخ تاع مدريد، وعليكم السلام كريم. أخ مراد، وعليكم السلام. أخ حكيم، أخ سعيد. المهم نحاول الإخوة، الآن مانيش نقرأ في التعليقات. الأخ كمال، ربي يبارك فيك، نحاول هو أن نحي التعليقات باش نقدر ندير مداخلة. المهم حبيت على جد باش نتحدث حول نقاط يعني ربما ما يتولهولهاش بعض الإخوة ولا، ونحاول نتحدث بموضوعية بعيدا عن دغدغة العواطف وبعيدا على الخطاب هذاك التحريضي والخطاب هذاك الاستهلاكي والكلام هذاك المكرر. نحاول هو انه نتكلم بكلام عقلي وعقلاني وكلام موضوعي ولمصلحة البلاد. نتحدث بداية عن الحراك، ونحاول هو انه نقيموه ونشوفوا الحاضر نتاعنا وين رانا وصلنا، ونشوفوا المستقبل. ونطلب من كل إخوة هو أنه لما يكونوا يسمعوا بالعقول تاعهم ماشي بالعواطف تاعهم. أولا الحراك هذا كيفاش انطلق؟ الحراك هذا لم ينطلق من ذاته، كاين هناك عوامل اللي هي أدت إلى هو أنه انفجرت الأوضاع. هناك الكثير من الأسباب، من بينها الظلم، من بينها الجهوية، من بينها الرشوة، من بينها الفساد، أشياء كثيرة هي اللي وصلتنا إلى هذا الموصل اللي وصلنا إليه. درك الآن راه فيه كاين بعض الحقائق على أرض الواقع اللي الناس راه تشوف فيها، راه تشوف الناس الآن في الشعب راه موجود في الشوارع على مستوى 48 ولاية. معطيات اللي راك أنت الآن تشوف فيها، فيه تصريحات الآن راكم تشوفوا فيها، تصريحات الأخيرة نتاع خالد نزار، تصريح نتاع اليمين زروال، وين أنه يقول مثلا اليمين زروال في الرسالة نتاعو اللي نشرها في وسائل الإعلام من أنه التقى بالجنرال توفيق بطلب من هذا الأخير. كلكم على بالكم باللي تمت التنحية نتاع الجنرال توفيق. ما هي العلاقة بين الجنرال توفيق وسعيد بوتفليقة؟ والآن راكم سمعتوا من خلال الكلام هذا نتاع خالد النزار باللي فيه محاولة نتاع انقلاب على القيصري. ما هي العلاقة نتاع خالد النزار بالجنرال توفيق؟ ما هي العلاقة نتاع خالد النزار ببوتفليقة؟ بسعيد بوتفليقة. معطيات راكم تشوفوا فيها الآن. درك الحراك هذا مثل ما قلت أنا في الأيامات الأولين، كاين هناك مهماز، لا شك هو انه كاين فيه عوامل يعني كاين شيء اللي هو جا كيما نقولوا يعني طبيعي، يعني كيما نقولوا واحد زائد واحد، كاين شيء اللي هو جا بشكل آلي. واذا كان تذكروا الاخوه اللي موالفين يتابعوني، تذكروا المداخله، درت مداخلتين قبل ما يحدث هذا الانفجار، وين أنه تحدثت على الشيتا وتحدثت على العبودية، وكنت أستعمل في كلام قاسي
وكان حتى في تسجيل تم حذفه، كلام قاسي جدا. وكنت أنا مرات، صحيح هو أنني أتكلم من الأوجاع ومن الآلام ومن كذا، وغيظتني الجزائر اللي وصلت لهذه المستويات، بحيث هو أنه يعني صاروا يجيبوا في الناس من دبسة ومن بسكرة ومن لغواط ومن ولايات مختلفة، يجيبوهم بكسكروط على جال باش يجوا يحضروهم المهرجان هذاك اللي داروه في القاعة البيضاوية. ولعل منكم من شارك في هذاك الحوار اللي درناه على الصفحة نتاع المصالح الجزائرية، درناه على المباشر وراه مازال موثق، وين أنه تحدثنا عن الكاشير هذا. وقلت لكم أنا في هذاك النهار كان في واحد الأخ أعتقد من وهران، كان غاضب جدا وكان يقول في بعض الكلام هكذا على الشعب. كاين واحد وقفته وكاين واحد قال الكلام هكذا، قلت له انا شوف، قلت له توقع من انه سيحدث الانفجار في اي لحظة. كان هذا اعتقد في حوالي 8 او 9 فيفري، ومن بعد بدات فيه يعني الناس تخرج في بعض الملاعب لا سيما في العاصمة، خرجوا في الليل وبداوا يردوا في عبارات نتاع بوتفليقة هي المروكي، ما كانش عهدة خامسة. وفيما بعد بدأت تعم هذيك الحركة وانطلقت الشرارة اللي أدت هي فيما بعد إلى توظيف هذاك الحراك وتحديد هذاك الموعد نتاع 22 فيفري من خلال نداءات عبر صفحات مختلفة، وبدات عمليه نتاع المانيبيولاسيون. درك الدوله العميقه هذه كانت موجوده منذ البدايه، وكنت انا حذرت في التسجيلات، راها مازالها موجوده وموثقه، حذرت مادام راها الناس ما تعرفش شكون هذ الناس اللي هما نداو بالمسيره، ما هي الاهداف نتاعهم، من اين تبدا المسيره والى اين تنتهي. كنت قلت هذا الكلام، والكلام تاعي راه مازال موثق. كاين بعض من الناس اللي هما ربما مرات هو انك تتكلم كلام ما يفهموهش لانه ما عندهمش معرفه بالسياسه، او هكذا ناس يعني كيما نقولوا تغلب عليهم العاطفه ويحبوا هكذاك مباشره، مولفين بعض الخطابات هكذا ما يحبوش حتى يخدم راسه ولا يستمع الكلام مثل هذا النوع. المهم كنت تحدثت انا في هذاك الوقت، وزدت ايضا أعقبتها بتسجيل واحدة أخرى منشور في الصفحة نتاعي على موقع نتاع اليوتيوب، وحتى في الصفحة نتاعي نتاع المصالحة الجزائرية، أو في الصفحة نتاعي الخاصة ما زال موجود هذا التسجيل، ولأنه وجهت بعض التحذيرات وبعض النصائح للإخوة، قلت لهم باللي حذاري من أنه راهم رايحين يستعملوكم بعد يعني الخروج من صلاة الجمعة، وراهم حابين يعطيو طابع نتاع إسلامية هذه المسيرة، حتى باش فيما بعد هما يتمكنوا على جال باش هما يفرقوها، لأنه هذا الناس اللي كانوا هما في هذه الدولة العميقة كانوا يحوسوا فقط هما أنه يمنعوا العهدة الخامسة، كان هذا هو الهدف نتاعهم. فيما بعد لما بدأ يتعمق هذا الحراك في ولايات مختلفة، وبدأ يعم الولايات، وبدأت تخرج أعداد هائلة، خرجت المبادرة من يديهم. فيما بعد هما بدأوا في تكسير هذا الحراك، بدأوا في تكسيره، حبوا باش يستعملوا القوة. راكم شفتوا الآن تصريحات نتاع خالد نزار، يعني صارت كشاهد وشاهد شاهد من أهلها. كانوا يحوسوا هما يستعملوا حالة نتاع الطوارئ، الكلام هذا راهو الان راهو موجود وموثق. ربما في وقت سابق لما كنا نقولوا في هذا الكلام كانت الناس تكذب، وكانت الناس يقول لك بلي يا سيدي هذا راهو يضرب في الخطا ولا راهو يضرب في الريح. الان راه صارت الامور امامكم تشوفوا فيها راي العين. فيما بعد كانت فيه محاوله لاقاله القايد صالح، لانه القايد صالح ومعه مجموعة مش وحده، لما شافوا الشعب باللي خرج والشعب يعني خلاص، قرروا على جال باش يمسحوا الموس في بوتفليقة، قال خلاص. ومن بعد يبدلوا الواجهة،
فلما شافوا هذا المجموعة هذو تاع السعيد بوتفليقة شافوا باللي راهم رايحين، قال باللي خلاص، وكانت رايحة هي تكون يعني هو أنه يخرج بوتفليقة كيما نقولوا على النافذة، بداو هما على جال باش يلقاو طريقة اللي هي تمكنهم باش يخرج زعما بوتفليقة سوا ديزون من الباب. بداو هما يروجوا لهذه القضية نتاع الندوة الوطنية واتصلوا بزروال، وكانوا فيه ناس قلتها لكم انا في تسجيلات سابقة راها موجودة على الصفحة نتاعي في اليوتيوب، من انه كاين ناس اللي هما كانوا يخدموا مع هذو ما يسمى بالمشطوبين، هذو فيهم ناس اللي هما يخدموا مع الأجهزة نتاع الأمن، وداخلين حتى هما في إطار هذه نتاع الدولة العميقة، مستعملينهم بلا ما على بالهم. ربما لو كان تروح تسأل واحد منهم تقول له وش هي الدول العميقة ما يعرفهاش، مستعملينهم. المهم هما كانوا يلعبوا على وتر نتاع واسمه نتاع زروال، وراحوا ليه الباطن على جال باش هما يقنعوه باش يقولوا باللي راهو كاين هناك حراك شعبي يطالب بزروال على جال باش هما يقبلوا زروال. تعرفوا باللي تم استعماله في بداية نتاع التسعينات، راحوا جابوه لما نفس المجموعة نتاع توفيق ونزار في تلك الفترة لما صار الانقلاب ولقوا رواحهم في مواجهة مع الشعب، راحوا لجؤوا لزروال بعد ما تم الاغتيال نتاع بوضياف، راحوا جابوا فيما بعد زروال، عطاو له في الاول وزارة نتاع الدفاع الوطني وفيما بعد صار هو رئيس الدولة. داروا انتخابات هكذاك شكلية في 95، شارك فيها واسمه نحناح اللي منعوه فيما بعد في 99، شارك فيها بوكروح وشارك فيها اعتقد سعيد سعدي، وبسلمة بالعافية وعطوا الفرصة لزروال. فيما بعد زروال لما هو حب على جال باش هو يستقل بالرئاسة، من بعد كلفوا له مجموعة واستهدفوا الذراع الأيمن نتاعو اللي هو الجنرال بتشين وأرغموه على الانسحاب. درك واسمه زروال في تلك الفترة واسمه بدل من أنه يعلن الاستقالة نتاعو، قالوا له درنا واسمه اعلن الانتخابات الرئاسية. وكانوا في تلك الفترة مجموعة من الشخصيات من بينهم أحمد طالب الإبراهيمي، يوسف الخطيب، عبد الله جبلله، مقداد سيفي، وأيت حمد، ومولود حمروش، كانوا هذو المجموعة انسحبوا لما شافوا المجموعة هذو اللي كانوا في تلك الفترة حاكمين بزمام الأمور من بينهم إسماعيل العماري وتوفيق ومحمد العماري، وخلاص مادام راكم نتوما قررتوا على جال باش ديروا نتوما واسمو بوتفليقة انتهى الأمر، علاش حنا نروحوا؟ وانسحبوا. بقات واسمو القضية عند بوتفليقة هو لقاها طايبة. درك هو راح يلجأ للوئام، هذاك الوئام المدني، فيما بعد اكتسب به نوع من الشرعية، واستطاع هو أن يعني يقنع بعض الناس هكذا ودخلوا معاه، يعني حتى من القيادات نتاع الجبهة الإسلامية كاين اللي دخلوا معاه. وفيما بعد زادوا عاودوا مشاو في 2005، استطاع هو أنه ينزل بعض العناصر اللي كانت في الجبل اللي هي كانت في البداية تفقوا إلى حد ما مع الجنرال إسماعيل العماري وزروال، وكان حاضر هذا علي بن فليس اللي هو ما يحضرش الموضوع هذا، خلاص كان حاضر معهم في المفاوضات، كان حاضر معهم علي بن فليس وما يهدرش الموضوع هذا، خلاص كان حاضر معهم. المهم فيما بعد هما درك خلينا الفترة هذه نتاع بوتفليقة. بوتفليقة هو بدأ يضعف من 2005، مرض في 2005، وخوه هذا منذ البداية كان معاه، لكن هو كان على دراية بالملفات، كان على دراية بالناس اللي يستقبلهم، كان على دراية بالتنقلات. لكن في 2005 لما أصيب بالمرض في المعدة نتاعو أعتقد، بدأ الوضع الصحي نتاعو يتدهور،
وفيما بعد كان خوه هو اللي كان معاه من 2005، ولقى يصالها على باله، والقيادة نتاع المخابرات على بالها، ممثلة في الجنرال توفيق واسماعيل العماري قبل ما يموت، كلهم على بالهم باللي راهو سعيد بوتفليقة ثم راهو معاه، كانوا يعني المخير فيهم يحوس غير يشرب معاه قهوة والله يقعد معاه، كانوا هما يحوسوا عليه. المهم حصل اللي حصل، النهار اللي بداو يخرجوا له في الملفات، دوك الناس راه تحكي على هذا، قال لك هم اللي اسمه اللي صالح راه هو اللي خرج الملفات نتاع الفساد، ملفات تاع الفساد خرجتهم بالجهاز تاع المخابرات، هو اللي يمتلك الملفات. قايد صالح ما يمتلك حتى ملف، الناس اللي يمتلكوا الملفات نتاع الفساد هو الجهاز تاع المخابرات، الجهاز نتاع الامن، والجهاز تاع الدرك. قايد صالح بحكم المهام اللي عنده ما عنده حتى علاقة بهذه الملفات، لا هو ولا الجيش، جهاز تاع المخابرات هو اللي عنده الملفات نتاع الفساد. المهم هما أثاروا بعض الملفات، من بينها الملف نتاع عبد المؤمن خليفة، من بينها الملف نتاع السنطراك، من بينها الملف نتاع واسمو تاع طريق السيارة هذاك، وغيرها من الملفات. وكاين ناس دخلوهم للسجن، راهم موجودين الى اليوم، راهم موجودين في السجن. فيما بعد هو كانوا داخل الجيش ما كانوش حابين يخليوه، لانه كانوا على بالهم به يعرفوه هذا بوتفليقة، ومن الاول على بالهم به باللي راهو هو بروحه متورط في الملف تاع الفساد، بوتفليقة في شخصه متورط في الملف تاع الفساد. المهم هما فيما بعد عرفوه باللي راه رايح يروح بعيد، داروا له بخوه، النهار اللي استهدفوا له خوه هو مرض، حكمته هذيك لافيسي هذيك، ومن ثم خوه خلاص تما حكم الكاشي وحكم المفاتح، وصار بوتفليقة عاجز 100%. هذا سعيد بوتفليقة يحكم منذ السقوط نتاع خوه بوتفليقة، هذا سائر اسمه عبد العزيز، في المرض بالاتفاق مع القايد صالح، كان معاه كان شريك معاه، ما يقدرش يدير حاجة هو بدون القايد صالح، لولا القايد صالح ما يقدرش هو ينحي توفيق. وفقط هو انه نذكر هذه معلومة مش تحليل، معلومة، الجنرال توفيق هو اللي بروبوزا لقايد صالح يجل باش يديرو في قياده الاركان، وكان هو في اعتقاده هو انه سهل المانيبيولاسيون. ودرك هو علاش راهو درك هو في الاخير من خلال الكلام هذا اللي راهو قالو زروال وهذا نزار، علاش هم اتصلوا بتوفيق؟ لماذا؟ لانه على بالهم به باللي هو راس المناورات ورأس المؤامرات ورأس الدسائس، على بالهم به، بالتالي هما راحوا لجؤوا ليه من أجل الإطاحة بالقايد صالح ومن معه. القايد صالح قلتها لكم وزيد نعود نكررها، لولا الحراك الشعبي والله غير يبعثوا له مجموعة غير يهزوه، والله ما زيدوش تعاود تسمعوا بالخبر تاعو نهائيا. الحراك الشعبي هذا اللي هو خوفهم ورعبهم، خاصة بعد ما خرج على يديهم. درك هو لما شاف روحه باللي لابد من أن يختفي تحت الحراك الشعبي هذا، استعملوا هذه المادة 7 و8 حتى منهم بعض الأحزاب السياسية وكذا، وصار هو يوجه في رسائل للشعب، قال باللي لابد من استعمال المادة 7 و8 من الدستور. الناس كانت تطالب بمادة 102، وعلى فكرة هذا القضية نتاع المادة 102 قبلها كانت المادة 188 أعتقد من الدستور، كانوا طالبوا بها الحزب، من بينهم هذه واسمها هذه نعيمة صالحي اللي راه الآن تتحدث، من بينهم الأك سفيان الجلالي وغيرهم، كانوا مستعملين عن طريق قناة نتاع المغاربية وشخصيات أخرى دون هو أنه نضل نذكر في الأسماء نتاعهم، بينهم أحزاب سياسية. المهم فيما بعد درك هما وصلوا لهذا المستوى، بحيث هو انه هذا القايد صالح رفض
قال لهم انا ما كانش بوتفليقه، خطر على باله هو بالوضع الصحي نتاعو، قال لهم باللي القرار هذا ما كانش، وهما ما على بالهم هذا سيد بوتفليقه، وعلى باله باللي صالح على باله، هذا راهو قائد اركان ماشي قال بلونطون ولا قال راهو واحد تاع الحرس البلدي، او يروح لثم راهو على باله بالمقر تاع الرئاسه، وراهو يلتقي به، وراهو يتكلم مع بوتفليقه، وراهو ظاهر في الفيديوهات معاه كما كان في فال دو غراس يتكلم معاه على بالو بلي كاباسيتي نتاعو. هذيك راها فقط صور كانوا يسوقوا فيها للشعب من خلال التلفزه، قال ها هو استقبل رئيس الجمهوريه، وها هو حضر الفلان الفلاني، وها هو كذا، وها هو بعث برقيه، كلها هكذاك برك. ولكن في الواقع بوتفليقه منتهي، ماشي من الان، منذ سنوات وهو منتهي. درك لما هو قال لهم باللي خلاص خلاص، من بعد كاين حاجه هي القوه، دوك كاين جماعه اللي هما ضد القايد صالح، وكاين جماعه اللي هما معاه، كانت الغالبيه الشعبيه تطالب بذهاب بوتفليقه خلاص. ناس كانت قالها ودي خلاص راك مريض، ختمت والله، تعبت والله، صاي خلي طريق للناس واحد اخرين. وكانوا ناس هذو اللي حوسوا من بينهم هذا الجنرال الغديري، كانوا هما يعني خدموا في هذه الدولة العميقة، كلهم اللي كانوا مشاركين في الطبخة هذه، وكانوا يحوسوا فقط هو أنه بوتفليقة ما يقدموش للعهد الخامسة، وكان مشارك فيهم هذاك واسمه نكاز وهذاك غاني مهدي، كانوا مشاركين في الانتخابات، كيجيو زعما قرهم مع الحراك، كانوا مشاركين في الطبخة نتاعهم. الشيء اللي حصل كما قلت لكم هو انه هذا واسمه سعيد بوتفليقة والجماعة اللي معاه حبوا على جلب هما ينحيوا القايد صالح، ونحاوه يعني بالوثائق نحاوه، هو فيما بعد قال لهم ما كانش منها ما استعرفش، وفيما بعد استخدم معاهم القوة قوة. وراكم شفتوا من خلال الرسالة اللي راهو تكلم عليها سعيد واسمه خالد نزار، قالوا باللي راهو سعيد بوتفليقة راهو كان جاي لزيرالدا القصر الرئاسي، واش جاي ثما رايح يشرب تاي ولا رايح بالقوة يخرجوا بالقوة. فيما بعد يكونوا تفاهموا هذو نتاع الحرس الجمهوري، تفاهموا معاه ولقاو طريقة على جال باش هما قالوا ودي خلاص صاي نلقاو طريقه كيفاش يخرج، بدل من انه يخرج بالطريقه هذيك المهينه قال يدير الاستقاله. دوك هو لما دار الاستقاله كانت هناك الغام موجوده، لما يدير الاستقاله بدل من قبل هما كانوا رايحين يعنوا العجز نتاعو، وهو راهو تحدث عليها القايد صالح في الخطاب نتاع استعمال الماده 102 من الدستور، في حالة العجز نتاع الرئيس هو أنه يجتمعوا هذا نتاع مجلس الأمة والمجلس نتاع الشعب الوطني، تأخذ وقت ربما تأخذ بلك أكثر من شهرين ولا ثلاث شهور باش يقدروا هما يطبقوا هذيك المادة هذه. هما في اعتقادهم لما يعني الاستقالة ما تكون سهلة، قال مباشرة تروح الأمور لهذا رئيس المجلس الأمة، ومن بعد يديروا انتخابات في خلال 90 يوم وبسلامة بالعافية. الشعب بقى يطالب بذهاب النظام، ما بقاش في قضية نتاع انه يروح بوتفليقة. وفي هذا الحراك راكم شفتوا الان يعني هذه القضية نتاع التجاذبات هذه، وهذه الحالة نتاع الاستقطاب اللي راها موجودة في الداخل وفي الخارج، الناس اللي راهم دوك هما يدخلوا في مثلا في حراك، راكم شفتوا ابو جره السلطاني كيفاش داروا له لما راح واسمو الباري، شفتوا النعيمه صالحي واسمو واش داروا لها في الجلفه، وشفتوا سعيد سعدي واش داروا له في بجايه، وشفتوا الناس اخرين. راكم تشوفوا الحركه هذا، والان بدا ياخذ في ابعاد واحده اخرى. مؤخرا راكم شفتوا ما الذي حصل في الجلفة، وما الذي يجري في بجاية وفي تيزي وزو حول القضية دي نتاع البراب. فيه مجموعة اللي هما حبوا على جد باش هما، نحن لا نشك في النوايا نتاعهم، ربما تكون النية نتاعهم صادقة،
ربما تكون النية نتاعهم سليمة. حبوهما قالوا والله سيدي ديروا لقاء في جلفة يضم مجموعة من الولايات، وقال لي تكون الشعار تاعو هو مساندة للجيش، الظاهر تاعو هكا. معذرة. ولكن لماذا ولايات وليست 48 ولاية؟ يعني لو كان قالوا باللي رانا راح نديروا مثلا مسيرة والله تجمع في ولاية الجلفاء وتجي الولاية كل، قال مبادرة تقدر تحصد الناس راها في ظل هذا الحركة اللي راه موجود، من حق الناس على جلب شي يدير مبادرات في إطار حرية نتاع التعبير، في إطار قال مثلا إثراء مبادرات ولا إثراء أفكار، من حق الناس باش هي تقترع. لكن لماذا ولايات بعينها؟ لماذا ما قالوش مثلا الجزائر العاصمة؟ قالوا المسيلة والغواط وتيارت وش اسمه والبرج. لماذا؟ وحتى الخطاب نتاعهم، يعني هاد الناس هذو اللي دعوا لهذا اللقاء هذا، كان فيه نوع من العنصرية للأسف الشديد، مما شعر الناس أهل المنطقة على جل باش هما يرفضوا الفكرة. علاش هما أهل الجلفة اللي كانوا يمدوا في البرانس وكانوا يمدوا في القشاشب وكانوا يمدوا هما يكرموا في المسؤولين ينوضوا هما ضد الجيش؟ كانش منع منطقيا غير مقبول تساند الجيش ضد من؟ الجيش المفترض هو اللي راه يحمي في الحراك، هو اللي يرافق في الحراك، ماشي الشعب اللي يرافق الجيش. ولا الدنيا معكوسة ولا كيفاش؟ الجيش المفترض هو الذي يحمي الحراك، يحميه من الاختراقات، يحميه من العصابات اللي راها تحاول هو أنه تشوه هذا الحراك، وتحاول هو أنه تبعدوا عن الأهداف نتاعه، وتحاول هو أنه تشيطنوا، مش العكس. مليح هو أنه يكون هناك تناغم بين الحراك والجيش، وهذا ما كنا ندعو لهم منذ البداية. كنا نقول للإخوة بالاكم من عمليات نتاع الاستدراج، ما لازمش تدخلوا في مواجهة مع الجيش، ما لازمش تدخلوا وتمهدوا الأرضية، راها كاين أطراف راها تسعى من أجل على جلب باش تستدرج الجيش على جلب باش يتدخل، ولا تدخل الجيش راها تصير فيه قوة وراها كذا وراها كذا. كنا منذ البداية كنا نقولوا في هذا الكلام. ربما يكونوا هذ الإخوة هذو اللي راهم هما داروا هذه المبادرة، ربما، أنا لا أشك في النوايا نتاع الناس، كل واحد وراه قلبه عند ربي، ربما تكون النية نتاعهم سليمة لكن السلوك نتاعهم خاطئ. السلوك اللي قاموا به سلوك خاطئ. لما تصير انت درك مثلا واحد كيما زيطوط، نتفق معاه ولا نختلف معاه؟ قادر يكون هو مثلا راه يستعمل فيه خطاب ما ثم مثلا مرات جرح، او قل مرات مثلا هو يستعمل في عبارات كأنه الامر والناهي، تختلف معاه في الطريقة نتاعه وتختلف معاه في الاسلوب، لكن باش يصير هو تصير الناس تألف في القصص وفي الروايات، سيدي يشرب في تاي ولا في تيزانة، قال سيد هذا راه يشرب في الويسكي، وتثار على قنوات فضائية، ويصير هذا السيد هذا خائن، ويصير هذا السيد عميل، وراه فيها الجهات راه كذا وكذا وكذا. كلام غير منطقي، كلام غير عقلاني، كلام غير وشمو. تقدر تقول لي باللي سيد هذا ذكر راه ما عندوش معطيات كافية، تقدر تقول لي باللي سيد هذا راه مستعمل خطاب قال الى حد ما راديكالي، كلام موضوعي، كلام اللي يكون مقبول. بصح باش انت تقلب لي سيد هذا شيطان مريض، تقدر تقول لي باللي سيد هذا راه دار اخطاء، ومن بين الاخطاء راه كان يتحدث مع ناس ما عندهم حتى علاقه بالسياسه وراه داير عليهم. كلام يكون موضوعي، كلام منطقي، كلام عقلاني. بصح باش انت تولي تقلب لي من كاس تاي ولا تيزانة راه قال السيد هذا راه سكير وهذا السيد عربيد، اي بركونا من
يعني كلام غير موضوعي وكلام غير عقلاني. بالتالي اذا كان حسن الظن بالناس نقول باللي هذه السلوكات خاطئه، وهذه السلوكات راها الان صارت عامل نتاع هدم وليست عامل نتاع بناء. دوك تبقى النوايا نتاع الناس، كل واحد راهو يتحاسب على الموقف نتاعو. الاعمال اللي الان راها تشوف فيها الناس على ارض الميدان الان مخليه النظام، مخليه العصابه، ولاتي بناس اللي راهم هما يسعوا. يا خويا دوك واحد راهو دوك مثلا هو شاك درك هو في القيد صالح. القيد صالح هذا واش هو؟ رسول ولا ماهوش رسول؟ رب ماهوش رب. القيد صالح راهو درك هو في مسؤولية. درك هو راهو قال مثلا محتاج على جال باش يكون هناك استقرار، وعلى الناس راه تدعو للعنف والله، وعلى راه الناس تدعو للاقتتال والله. تقول لي باللي درك انت مثلا الناس راه تدفع للتعفين نتاع الاوضاع، صحيح، ولكن يا صاحبي الناس راه دوك ملي بدات الحركه راه عندها شهرين والمطالب راه واضحه. لو كان جات الناس راه هي درك مؤمنه بالانتخابات الرئاسيه، لو كان الناس راه بدات تدير في ترشيحات. اي الناس الى اليوم، الى اليوم الناس راه تمشي بطرق ملتويه، بطرق ملتوية، من بينهم هذا بن بيتور. أنا لحقتني معلومات بطرق ملتوية، في الظاهر يتكلم هكذا ويخطب في وسائل الإعلام، وأنا راني مستعد إذا كان، ولكن التحت راح تراه يبعث في المراسيل تاعو الولايات مختلفة على جال باش هو يدير لقاءات وكولسة وكذا، وفي المقابل الناس راها تطالب بشخصيات واحدة أخرى، تطالب بأحمد طالب إبراهيمي، تطالب بحمروش، تطالب بشخصيات واحدة أخرى، بوشاشي، بشخصيات واحدة أخرى. وفي ظل هذا الانقسام اللي الآن دوك راكم بديتو تشوفوا فيه على أرض الميدان، من هو المستفيد؟ يا هل ترى الشعب هو المستفيد من هذه الانقسامات؟ من هو المستفيد؟ كلكم اللي راهو الان صار عندكم درك علم الى حد ما، ولو كاين الناس اللي هما راهم ربما حتى ما مش فاهمين هذا الموضوع نتاع الدول العميقه، ولكن الى حد ما راه بدات الان تنتشر هذه الافكار من انه هذه الدول العميقه راها موجوده وبالمرصاد، وهذه الدول العميقه راها موجوده من رئيس الجمهوريه الى الحاجب نتاع البلدية. وهذا الكلام ما ناش نقوله فيه الآن في 2019، وإنما رانا تحدثنا عليه قبل التنحية نتاع الجنرال توفيق. ولما نقوله في هذا الكلام ما ننفخه ولا نزخه، رانا نقوله في واقع نتاع الدولة العميقة في الجزائر. يستطيع أي إنسان يدخل الموقع نتاع اليوتيوب يدخل يكتب الدولة العميقة في الجزائر، رانا درنا ندوة فيها أكثر من 4 ساعات، وإن أنه تحدثنا بالتفاصيل حول هذه الدول العميقة. راها موجودة على مستوى 48 ولاية، وموجودة في الخارج في القنصليات في الجمعيات، موجودة في كل مكان، في المساجد موجودة في كل مكان. ومن المستحيلات السبع، خطر كاين بعض من الناس شايفينها كأنها مسألة تقنية لما يتحدثوه مع القضية نتاع الدستور. قال الناس دوك راها تحوز، قال واش عليها خويا نروح هنا نجيبو. سمعتها يعني حتى في قنوات فضائيه قبيل، كنت داير هكذا في الانترنت وفي الفيسبوك هكذا، وكنت نشوف باللي دايرين بث هذاك نتاع قناه النهار. واحد الاخت هكذا جزائريه هكذا، هي واسمو طبيبه ومن الجماعه نتاع فلان، نفس الكلام اللي يقول فيه جوشان نفسه. قال مادام راه الناس تفكر في شخصيات سياسيه، لما لا نروحوا للانتخابات في 4 جويلية باش ما نخرجوش من الدستور. واحد متو على فلان، نفس الكلام يقول فيه شوشان نفسه. يا هل ترى القضيه نتاع دستور؟ يا هل ترى قضيه تقنيه
هيش قضية تقنية وما هيش قضية انت الدستور، هذو راهم تلعبوا بالدستور، تلعبوا به. لكن هارا نسمع في واحدة من الإخوة وراني تكلمت عن الموضوع هذا، كان مع محمد سعيد، مع محمد سعيد، محمد سعيد طرشه في 2009 بعد ما عدلوا الدستور ولعب به بوتفليقة، ومن بعد كيجيو يهضروك على الدستور في 2019. ايش قضية انت الدستور؟ كاين هناك دولة عميقة، وكاين بالكلام تاع شوشان راها فيه فرنسا، يعني دوك راه حنا راهين في هذو في خلال شهرين نتاع احتلال من 1830 وهي تربي في اجيال، رايحين حنا دوك في شهرين نقضيو على هذه القضيه. مستحيل، من المستحيلات السبع. ما العمل درك هذه الدول العميقة راها بمثل الشجرة اللي عندها العرق تاعها، تقطع عرق يخلف لك العرق هذاك يخرج واحد اخر، العروق راها مجرية على مستوى 48 ولاية ومجرية البرة في الخارج. وماشي نخوفوا فيكم ولا راني نفشلوا فيكم، رانا نحكي لكم في واقع. يعني انت درك تروح مثلا تنحي الكونسول في مثلا ولاية معينة والله عاصمة معينة، تنحي الكونسول والله تنحي انت السفير والله كذا، يا هل ترى غيرت السفارة؟ ما غيرتهاش. تنحي الوزير دير انت وزير واحد اخر، غيرت الوزارة؟ ما غيرتهاش. الرئاسة نفس الشيء. هذا دورك احمد طالب ابراهيمي شكون راه يجيب لك معاه؟ راه يجيب لك محمد سعيد، حطوك معاه ثم بمثابة نتاع العربي بالخير لشيرلي، حطولك ثم في الرئاسة. غيرت؟ ما غيرت والو. باش تغير لازم مشروع. هذا الكلام اللي احنا رانا نقولو فيه منذ سنوات. ما تقدرش نتايا، ماهيش قضية نتاع تغيير أشخاص ولا تغيير تاع قوانين، رانا محتاجين للتغيير حتى في الخطاب نتاعنا، في السلوك نتاعنا. انا واش كنا نحكيو دركا، كنا نجبدو في هذه القضيه هذه نتاع زيطوط ونعيمه صالحي واسامه واحد ومع الباليش انا والاخر والاخر والاخر. محتاجين حتى التغيير في الخطاب نتاعنا، تغيير في السلوك نتاعنا. كلنا من المستحيلات هو انو نديرو التغيير. قال لك جماعه نهار الخميس نهار 5 جوي الناس راهم محتفله استقلال، هاني قلتها والكلام تاعي راه موثق قسما بالله ونقسم بالله غير حانث، ما يحدث التغيير على 10 سنين، 10 سنوات ما يحدثش التغيير. تغير ربما أشخاص، تغير مواقع، تغير لازم لك الولايات 48 ولاية، إدارة من فوق لتحت، بلدية، دوائر، المديريات، الوزارات، المساجد، تربية، صحة، الرياضة، الشؤون الدينية كلها، السفارات، القنصليات، شركات، المؤسسات المختلفة. لازمك انت تغير مناخ واحد اخر. وربي ربي برك اللي هو راهو بيده القلوب، ربي برك. اما البشر والله العظيم متبت ما يعرفوا واش يدير. وهذا العمل يتطلب جهد ويتطلب عمل جماعي، ماشي نتاع شخص ولا مجموعه من اشخاص ولا قضيه نتاع مبادره ولا قضيه نتاع عمل جماعي، ويتطلب وقت. كاين بعض من الناس اللي درك هما يستعجلوا. قال درك مثلا كنت نسمع انا قبيل في واحد يتكلم هكذا على البرج، دايرين هكذا بعض الشباب هكذا، يعني مبادره هكذا، مجموعه هكذا من الشباب هكذا يديروا هكذا لافته، صارت كشغل دوك الان من الاسبوع الاسبوع يديروا لافته ويحاولوا وانه يمروا فيها رسائل مختلفه. ونسمع في واحد هكذا من الشباب هكذا، ربما تكون النيه نتاعو سليمه ربما، ولكن الاسلوب نتاعو خاطئ. يتحدث هو قال باللي هذا الشباب هذا واش داروا فيها، راهم يديروا هما دوكا في لافته ومن بعده. ايه صحيح، ولكن التغيير نتا كي انت تاخذ اسلوب واحد اخر،
راح يتغير، ما راكش راح يتغير. هذه راها فقط وسيله نتاع تعبير، تعبر بها رساله. كاين مرات هو انك انت، احنا دوك الان رانا في وضع واحد اخر، رانا في مناخ واحد اخر، الان رانا في عصر الصوت والصوره، رانا في عصر الانترنت. تقدر انت بصوره رانا شفناها مثلا في الجرائد، تلقى كاريكاتير، تلقى واحد امام راهو يخطب 20 سنه وهو يخطب، وربما ما يكونش التاثير نتاعو مثل التاثير نتاع الصوره هذيك. راكم تعرف دوك انت هاك تشوف مثلا لافته، يهزوها مواقع، يهزوها صحف، يهزوها قنوات فضائيه، وتسير على المستوى العالمي. لما لا تستغل هذه اللافته اللي صارت درك، هي راها مرجع، تستغل وتوظف في الاتجاه الصحيح من اجل احداث تغيير وبعث رسائل مختلفه. تصير هي الناس قالت تحاول تحطم هذا اللقاء نتاع البرج، او تحاول تقسمه، او تحاول هو انه تنزع هذيك المبادره من عند هذا الناس نتاع البرج وتديها لولايات واحده اخرى. لماذا؟ لا علاش؟ لا علاش؟ معذرة ربما اخطأت في التعبير. لماذا؟ ما هو الهدف لما انت تكسر درك هذا الشباب اللي هما ما عندهم حتى علاقة بالماضي؟ شباب جدد، ناس ربما جامعيين، ربما ناس طلبة، ربما راهم كاين ناس اللي بطالين، ربما كذا، جاو هما على جل عوض هو انه انت مثلا تشد على الايادي نتاعهم، تحاول تنصحهم، تحاول هو انك توجههم، وتحاول هو انك انا اقترح عليهم على جل باش هما يفتحوا، بدل من انه يهزوا ربما مسؤوليات مانيش عارف انا اكثر من العاتق نتاعهم. ديجا العمل هذا اللي راهم يقوموا به راهو عمل، راهو اولا يطلب مال، يطلب سهر، ويطلب تفكير، ويطلب ثاني وقت. ديجا عمل كيما هذا راهم يقوموا به، يعني ننصح الشباب هكذا سواء في البرج ولا في ولايات واحده اخرى، ديروا افتحوا نقاشات. هذا النقاشات درك قال مثلا درك دي ديبا بيبليك، حنا رانا بديناها هنا في تولوز في البدايه، لكن للاسف الشديد ما لقيتش ناس انا اللي في المستوى اللي انك انت تناقش معاهم، واللي تجبدت روحي هكذا. حاولوا هو ان انتم تتحكموا في الجزائر ربما اكثر، حاولوا هو ان تفتحوا نقاشات. قال مثلا كل مره تختاروا موضوع، مثلا تيفو هذا، قال مثلا هذه اللافته هذه، قبل ما انتم تصموها تفتحوا نقاش، تفتحوا نقاش تما. قال مثلا في الولايه نتاع البرج، او شوف اول حاجه اللي لازمكم تفكروا فيها هو انه لازمكم تستعملوا طول النفس. انا شفت انا المره اللي فاتت تحدثت عليها، ولكن في العمل لازمكم تجسدوها. لا يكفي هو انك انت تتحدث على طول النفس ومن بعد في التجسيد دير حاجه واحده اخرى. لازم تكون الفكره ديك اللي انت درتها لازمك تجسدها، لازم يكون عندكم طول النفس. ما لازمش انتم تديروا في بالكم باللي التغيير راه يحصل الاسبوع هذا ولا الاسبوع الجاي. تأخدم وخلي النتيجه على ربي. هاو احنا عندنا 18 سنه عندي هنا في الخارج، او الامير عبد القادر حضر اول ثوره نتاع التحريره، ما حضرهاش. البشير الابراهيمي حضر لابنه كي كان وزير، ما حضرلوش. وناس اخرين، العربي بن مهيدي حضر للاستقلال، ما حضرلوش. انتوما نفس الشيء، انتوما لازمش تخمو في رواحكم. قال دوك حنا خلاص راهو التغيير، واحد راه يشوف يروحو سفير، واحد يشوف يروحو وزير، واحد يشوف يروحو على الاقل نائب في البرلمان. لازمش تفكروا بهذا التفكير، فكروا في الاجيال اللي راح تجي من بعدكم. فكروا هو ان انتم هذا العمل اللي راكم تقوموا به ما شاء الله، حاولوا ان تطوروه. اذا كان فيه رسامين ومبدعين اكثر، حاولوا هو ان تزيدوا تشركوهم معكم. حاولوا هو ان مثلا تشاوروا الناس من خلال هذه النقاشات. قال مثلا احنا، قال مثلا انتم، قال مثلا ديروا الرسم هذا مثلا بالاربعاء ولا بالخميس، وانتم تطرحوه الجمعه،
حاولوا هو انه ديروا مثلا مثلا بالاثنين، بالاثنين قال ديبا، راهم كاينين الناس اللي عندهم ميكروفونات هكذا، والله دير ميكروفون البرا في الخارج، وقال اليوم رانا نتحدثوا على التيفون تاع الاسبوع القادم، واش رايكم؟ نقاش، تشرك الناس، تجي الناس من دوائر مختلفه، من بلديات مختلفه، من قرى مختلفه، تشرك الناس، عمليه تاع اشراك الناس في الرؤيه هذيك. فيما بعد الناس تحس روحها بلي راه كونسيرني، ماشي تملي عليها في افكار، تحس روحها بلي راه كونسيرني وتجي. قال واش رايكم؟ حنا رانا اليوم رانا رايحين نديروا تيفو اكزامبل مثلا، قالوا واش رايكم نديروا مثلا تيفو بحكم هو انه مثلا الولايه نتاع البرج، مثال قال مثلا الولايه نتاع البرج فيها الشيخ المقراني، قالوا واش رايكم رايحين نديروا مثلا باش نعطيو احنا بعد لهذه الولايه كون هو انها نتاع مقاومه نتاع كذا، قالوا واش رايكم نديروا مثلا فيه لافته فيها الشيخ المقراني وبقربه قال مثلا بشير الابراهيمي اكزامبل مثلا من هذا النوع. ومرة أخرى قال مثلا ما على باليش أنا دحلب، كون هو أنه ابن الولاية نتاع البرج، يعني الجذور تاعو ربما كاين مع الشباب ما يعرفش هذا القضية. وفي ولاية واحدة أخرى، في ولاية واحدة أخرى قال ما على باليش أنا مثلا في سطيف، نفس الشيء قادرين هما مثلا يهزوا الفكرة هذه نتاع اللافتة هذه ويطبقوها ويجسدوها بطرق واحدة أخرى، وهكذا عملية نتاع إشراك. وهذه القضية نتاع الوسم نتاع الحوار وهذا النقاش المفتوح، تتناقش الناس حول مواضيع مختلفة. قال مثلا قضية هذيك تاع التنظيف، قضية نتاع التزيين، قضية مثلا نتاع وسمو قال مقابلات رياضية على جال باش الناس، قضية نتاع موسيقى، تجي فرقة نتاع موسيقى، التعبير يكون برسائل مختلفة مش غير فقط قال مثلا بلافتة. وتقدر الولايات، كل ولايه هي ان تدير طابع نتاعها، طابع نتاع قسنطينه وحده، طابع نتاع وهران وحده، طابع نتاع المسيله ولا نتاع الجلفه ولا نتاع الغواط ولا بسكره ولا العاصمه ولا تيزي وزو ولا بجايه، كل ولايه عندها الطابع نتاعها، وتتنافس الناس من اجل الخدمه نتاع البلاد. الان درك كاين ناس راها تحكي الحلول، حلول كاين، هناك حلول مختلفه، كاين درك ما هو في اطار هذا نتاع الدستور هذا اللي راهم دايرينه هما درك الان بهذا المنطق اللي راهم ماشيين به، رايحين للتاجيل تاع الانتخابات، وراهم المرشحين اللي تقدموا، شحال من مرشح اللي راهم تقدموا منهم، هذ المرشحين اللي تقدموا وراهم هما جمعوا التوقيعات، ما كانش رايحين هما ياجلوا الانتخابات. وهذا الشيء اللي احنا قلناه في اطار هذا الدستور هذا المتاح هذا اللي راهم جايين، قادرين درك مثلا اذا كان راه قال مثلا كاين هناك ماده غير واضحه او ماده، قادرين درك هما في اطار هذا البرلمان اللي راه موجود يديروا قال مثلا قانون يعدلوه في هذا البرلمان، قادرين هما يديروا في هذا الدستور هذا اللي راه موجود، مادام راه هذوك مثلا قال كاينه قابليه نتاع بعض الشخصيات السياسيه من اجل مثلا المشاركه في الانتخابات ولا المراهنه عليها المرحله، راه قلت لكم كاين هناك عده حلول، كاين هناك حل هذه نتاع المرحله الانتقاليه، لانه هذه الدول العميقه اللي كنت نحكي عليها انا منذ قليل يستحيل باش انت تقضي عليها في خلال شهر او شهرين، من المستحيلات السبع هذه، لازم لها عمل طويل تاع توعيه ونتاع قوه، كاين عمل تاع توعيه، كاين عمل تاع قوه، وكاين عمل تاع بديل. عمل تاع التوعيه تقوم به وسائل الاعلام المختلفه، يقوم به المسجد، الدور تاع الثقافه، الكتابه، واسمو كاين هناك اعمال مختلفه في السينما، في الدراما، في كل شيء، في الرياضة، في كاين فيه عمل هذا نتاع الوعي، يعني ما يجيش غير هكذاك برك بين عشية وضحاها. وكاين أعمال اللي تطلب القوة، تطلب قوة نتاع المحكمة وقوة نتاع الجيش وقوة نتاع الأسلاك الأمنية المختلفة، بحيث هو أنه لازم تتصفى هذه الإدارات من هاد الناس اللي راهم هما يمتصوا في الدول الجزائرية من خلال الفساد ومن خلال يعني منع الجزائر من التقدم.
هذه لازم لها خدمة طويلة، ما تجيش غير هكذا برك بين عشية وضحاها. كان هناك عدة حلول، كان هذا الحل في هذا الإطار تاع الدستور، يقدروا هما يديروا تعديل، يقدروا هما ينظموا انتخابات على نوفمبر مثلا، ويكونوا مثلا إذا كان فيه شخصيات راها مقبولة يتم التقديم نتاعها، مثل ما قال الأخ شوشان. والله هذه نتاع 4 جوية هذه ما ظنيتش، والله أعلم ما ظنيتش. كاين فيه حل هذا نتاع المرحلة الانتقالية، بحيث هو أنه قال درك مادام راه كاين فيه مطالب شعبية واسعة على مستوى 48 مليار، الناس راه تطالب بذهاب هذا بن صالح وهذا بدوي، تروح مباشرة الناس ينعقد هذا المجلس الأعلى للأمن ويقترحوا هما شخصية وطنية، راهو ذوك قال مثلا راهم من بين الشخصيات اللي راهم ذوك عندهم قبول إلى حد ما، قال مثلا أحمد طرب الإبراهيمي والله حمروش والله، ويحطوا معاه مجموعة من شخصيات من ولايات مختلفة من مناطق مختلفة، وفيما بعد هما يبدأوا يحضروا المرحلة واحدة أخرى. دوك هذه العملية نتاع قضية نتاع الفساد هذه اللي راها، وقضية نتاع واسمو شخصيات هكذا بعينها وكذا، إذا كان راهم فيه ناس راه كاين سلك نتاع قضاء وراه كاين فيها عملية جدية فلتواصل هذه الأعمال، ولكن ما تكونش بصفة نتاع انتقام ولا انتقام ولا نتاع تصفية نتاع الحسابات على حساب المصلحة نتاع البلاد وعلى حساب الاقتصاد نتاع البلاد، لأنه فيما بعد راح ترتب حوايج واحد أخرى وراها راح تنعكس سلبا على المجتمع. ما راكش في قرية معزولة، راه عندك محيط وراه عندك دول راها تتربص بيك، وقادر درك الناس راه عندها دي كونت برا في الخارج ولا قادرين يجمدوهم، وراح من بعد جيب المقارنة وكل الناس وكلها في رمضان، ومن بعد عاود بحث قال راه ما كانش الزيت وما كانش السكر وما كانش ديك وما كانش ديك. عارف باللي كاين بعض الناس يقول لك احنا مستعدين ناكلوا التراب، اهدر على روحك، لكن المجتمع بصفه عامه راه الناس على بالها. لذلك كاين هناك حلول مختلفه، وراهم حتى القيادة نتاع الجيش راهم قال لك باللي راه كاينه حلول مختلفه. كاين بعض الناس لما تكون تتكلم في هذا الكلام مرات يقول لك باللي انت راك حاكم العصابه من النص. هذا لما نتحدث من اجل المصلحه نتاع البلاد، وين نشوف انا مثلا قال فكره هذه راه تخدم البلاد نروح ليها، لما نروحش انا نشوف انا قال مثلا درك انا نشوف واحد اي شخص شوف فيها انا النوار كل شوف فيه، اذا كان عنده فيه حاجه في الكلام نتاعو ايجابي نهزو، حاجه سلبيه نرميها. قال نهز درك مثلا قال فكره ها وقالها شوشان شوف فيها انا بغيت تخدم البلاد نهزها، فكرة شيء قالها شو واسمه زيتوت نهزها، فكرة قالها بوشاشي نهزها. هما كاين بعض من الناس لما انت تتكلم على بوشاشي يقول لك انت ما راك كذا، لما تتكلم على زيتوت راك كذا، لما تتكلم على شوشان راك كذا، وانت راك الدور رانا ما فهمناكش. انا وين راهو كاين المصلحة نتاع البلاد نروح معاها، نشوف انا وين راهو الرأي الصائب نروح معاه، مشي نتبع انا واحد ونمشي معاه، اذا كان راه هو مديك للواد نروح معاه، ما نمشيش انا هكذاك. اذا فيما يتعلق بالحلول هذه هي الاخوه والاخوات، كاين هذا الحل الدستوري بحيث هو انه قال مثلا يتم تعديل الدستور وتروح الناس وفق شروط وضمانات تعقد ندوه او مؤتمر مثل ما نقول انا في الداخل وفي الخارج، وشاركوا فيه الناس هذو نتاع الحراك، ومن بعد تناقش الناس حول مشروع نتاع مجتمع ولو الخطط العريضة، وتروح فيما بعد للانتخابات، وإما هو أنه تروح مثل ما راهم يقولوا الناس هكذا في إطار هذا نتاع الدستور هذا مثل ما راهو يقول شوشان وكذا. أنا عارف باللي قضية نتاع التأجيل يعني احتمال كبير هو أنه أجل الانتخابات، تروح قال مثلا يديروا لجنة نتاع مراقبة نتاع الانتخابات ويتفقوا على شخصيات معينة. لكن انا معتقد وعندي يقين راسخ باللي هذه الطريقه ما راهيش راح تؤدي للتغيير بقدر ما راها راح تزيد تضيع فرصه من فرص التغيير. انا نحوس على تغيير يكون هناك تغيير حقيقي وجذري، واما هو انه هذه الفكره نتاع انه الناس تروح المرحله الانتقاليه ايضا
هذه قضية ثانية قابلة للنقاش، وقضية تقدر تخدم هذا التغيير، بحيث هو أنه قال مثلا يدخل هذا المجلس الأعلى للأمن، ومن بعد يروح هذا بن صالح والحكومة نتاعو والمجلس الدستوري وكذا، وفيما بعد يكون هناك يعني واسمه مجلس هكذا رئاسي متكون من 4 5 من شخصيات هكذا المقبولة اللي تمثل يعني جهات الوطن، وفيما بعد تروح الناس واحدة واحدة للتغيير. تكون هناك قال لجنة نتاع إشراف ولا نتاع مراقبة نتاع الانتخابات، قال مثلا يتعين المجلس الدستوري وتعطى الصلاحيات نتاع الرئيس للرئيس نتاع هذا المجلس هذا الرئاسي، وتروح الناس ما بعد انتخابات برلمانية وكذا، وتمشي الناس فترة محددة إلى غايته أنه يجي الرئيس هذا الشرعي يعني المنتخب. أما بهذه الطريقة نتاع أنه روح قال والله الجزائر الآن راها مستهدفة ويلا راهو كاين ترو يلا غلق ترو هذاك ومشي، هذه سياسة نتاع هروب إلى الأمام، وهذه السياسة رانا رايحين نعاودو نرجعو للكلام تاعي راه موثق، قادر نموت الكلام تاعي راه موثق قسما بالله العلي العظيم، راني نحلف غير حنث، غير فرصة من فرص تاريخية رغم رايحين نزيدو نضيعوها على الشعب الجزائري. رانا وصلنا لواحد المستوى، يا إما هو أن الجزائر تنهض وإما السقوط. السقوط هذا اللي راه رايح يضيع فرصة، وراها ربما سنوات للجزائر ما راهش رايحة تلقاه. لذلك هذه أمامكم فرصة تاريخية ما لازمش تضيعوها. ما زلش نطول عليكم، أتمنى هو أنني أفدتكم بهذه المداخلة. إذا كان فيه أسئلة أو كان فيه هكذا اقتراحات، والله ممكن هو أن نعود نرجع في تسجيلات ولا في بث واحد آخر في غدوة إن شاء الله، والله في مستقبل قريب. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.